عملية فصل الفسائل دي من العمليات اللي هي بنتوسع بيها للزراعة، سواء إذا كان هتوسع في أرضي أو بيع للغير لعمل أراضي جديدة، لزراعة أراضي جديدة للنخيل، والاستفادة من الخلف اللي بتنتجها لي النخلة الأم، وبالتالي ده يعتبر دخل إضافي للمزارع لازم يهتم بيه. وعشان يهتم بيه، عشان ما يفصلش فسايل في غير معادها أو في حجم غير مناسب وبعدين ينقله ويموت، إحنا هنقول له على المعاد المناسب والحجم المناسب أو الفسيلة الجيدة اللي نقدر إن إحنا نفصلها عشان للزراعة. نمرة واحد، لازم تكون النخلة بتاعتي خالية من الأمراض والحشرات، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن تكون عمرها أكتر من 3 سنين نقدر ناخدها. هنعرف منين؟ نعرف من الحجم. لما يكون الحجم أكبر مسافة في القاعدة من تحت 20 سنتي أو شبر فيما فوق، هي دي اللي تتشال. أقل من كده نسيبها جنب أمها لما تكبر وانقلها. نمرة أربعة، إن لازم يكون لها جذور قوية، على الأقل في 3-4 جذور عاملين زي الصوابع كده. دي الفسيلة السليمة اللي أنا أقدر أزرعها وأنا مطمن إن هي عند الزراعة هتنجح. طيب ننقلها إمتى؟ هننقلها عندنا من شهر فبراير لنص مايو، دي الميعاد الأولاني. والميعاد الثاني هنكون بنتكلم من نص 8 لغاية نص 10. أهم حاجة لا حر جامد ولا برودة جامدة أزرع فيهم. طيب إيه بقى طريقة الفصل الجيدة؟ أول حاجة لازم أحضر الفسيلة زي ما احنا شايفين هنا، لازم أطوشها واربطها واخليها مستعدة للإيه؟ للزراعة. تاني عملية هحفر تحت النخلة وأقيس، إذا لقيت أكبر من شبر يبقى دي أقدر أشيلها. طب أعرف منين؟ ألاقي فيه جذور، خلاص طالما الجذور لوحدها مش بتاعة الأم يبقى في الحالة دي أفصل. طب بعد ما أنا حفرت وشلت من حواليها التراب، أبص على منطقة الاتصال اللي بين الفسيلة وأمها وأحط العتلة بتاعتي في المنتصف وأدق عليها بالأدوب لغاية لما أفصلها عن الأم سليمة، وبعد الفصل أنا هاخدها واشيلها بالراحة واحطها على العربية إذا كانت تنقل على مكان تاني، أو اشيلها على كتفي وبعدين أنزلها على الأرض ببطء، مرميهاش عشان ما تتكسرش. في الحالة دي بعد ما أخلص أعمل إيه؟ أطهر الأم مكان الفصل بتاعي على الأقل بكبريت زراعي عفر، أو أحط عليها بتومين، أو أحط عليها مبيد حشري. طب الفسيلة أعمل فيها إيه؟ برضه هعمل عملية التطهير، يا إما بمبيد حشري يا إما بمبيد فطري، وبعدين أجهزها للزراعة.